وحيد وحيد وحيد، اصحى وحيد اصحى، دنيا ولا عمار برا، الحج ضرب ام كمال بالنار. ايه ازاي يعمل كده الظالم ده؟ كمال فين؟ خير طمنين. الحمد لله بخير. يا رب يا رب كامل الشفاء على خير وسلام. قادر يا كريم يا رب. يا حاج انا مش فاهم انت قاعد مستني ايه. لا ما انت لازم تسيب الفيلا دلوقتي. يعني انت رايك اهرب الكام يوم دول؟ الله، لغايه بس ما نشوف الحكايه ترس على ايه. الله، انت مش قايل لي ان الرحله ما تبقى جديده لازم تميل لها؟ مظبوط، يعني رايك ابعد شويه لغايه ما يبان اصل الحكايه. اه بس الدنيا تبان بس يا حاج على قولك، وبعدين نشوف الزفت اللي اسمه كمال ده هيرس على فين، اهو نعرف هيقول ايه واحنا نحضر نفسينا ونجهز الرد. والله وجات له الطبطاب ابن اللئيمه. معلش معلش يا حاج، عشان خاطر يا حاج اتكل على الله، عشان خاطر انا، عشان خاطر حبيبك يوسف ابنك. يلا عندك حق. يلا يلا حاج، بس بقى طمني اول باول. الله يخليك. ماشي يا حاج. بقول لك ايه، انت ترسل كده على فين؟ انا هروح اريح شويه في المهندسين. ماشي يا حاج. سلام. سلام عليكم. سلام يا حاج. سلام سلام. مين ابن الست اللي ضربت بالنار؟ انا. طب اتفضل. هي اسمها ايه بالكامل؟ سعاد عبد الله محمود. وانت اسمك ايه؟ كمال سيد الدقاق. انت ابن الحاج سيد الدقاق؟ ايوه. وهي ست الوالده اتضربت بالنار ازاي يا استاذ كمال؟ والدي اصل هو كان بينظف البندقيه بتاعته فالرصاصه خرجت غلط. وهو فين السيد الوالد؟ في البيت. في البيت؟ بيعمل ايه في البيت؟ اصل هو حضرتك يعني تعب جدا واغمى عليه بعد اللي حصل ده، فجبنا له الدكتور هناك لحد البيت. ماشي. عموما انا هستنى لغايه لما ان شاء الله نطمن على الست الوالده وبعدين نبقى نكمل التحقيق. طب حضرتك عايز مني اي حاجه تانية؟ لا اتفضل انت دلوقتي. ربنا يسترها بعد بينا واخر يا رب. انا كده متشكره قوي يا كمال على اللي انت عملته ده. مش عارفه اقول لك انا مفيش في دماغي حاجه دلوقتي غير امي. نفسي اطمن على امي وتقوم بالسلامه ان شاء الله. كمال قلبي معاك يا حبيبي. الله يخليك يا حاج. طمني ايه الاخبار؟ الحمد لله عدت على خير. ازاي؟ وايه اللي ازاي؟ ازاي يعني حكايه ضرب النار دي؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ما هو الحمد لله الرصاصه جت في كتفها. طيب بتوع النيابة جم؟ ايوه. طيب الحمد لله الحمد لله طمنتني. ايه يا حبيبي قلت لهم ايه؟ ابدا. قلت لهم ابويا كان بينظف البدوية بتاعته والرصاصة طلعت غلط. ليه تقول كده كمان؟ ما هو اصل حاجة. اصل ايه يا حبيبي؟ اصل ايه؟ صاحب الحق لازم يبقى قلبه حديد. طول ما انت جبان كده عمرك ما هتاخد حقك. هو فعلا ما كانش قاصد يضربها هي. هو كان قاصدنا انا. طيب ما هو ده سبب رئيسي انك تلبسه في الحيط وتتهمه، وبعدين احنا هنجيب فرصه منين تاني نمسك بندقيه ويضرب نار؟ انت اصلا مش فاهم يا حاج. هو ماسك البندقيه عشان يضربني، السمر اتشعلقت فيها، الرصاصه طلعت غلط، وانا مش عايز سمر رجليها تيجي في الموضوع عشان ما تتبهدلش. باين كده كده امي كانت هتقول الحقيقه وعمرها ما هتشهد صور. اه طب انت دفعت الحساب ولا لسه؟ سمر هي اللي دفعت، ابوها اداها فلوس وهي جايه على هنا. ابوها؟ تتفضل معايا على الريسبشن تحت الحسابات عشان انا اللي هدفع لك الحساب وترجع لها فلوسها تاني. انت مش رايح بيتك عشان تتسول او تشحت، انت صاحب حق يا كمال. متشكر قوي يا حاج، بس انا كده ديوني كترت ومش عارف اسدها ازاي. كمال انت بتقول ايه؟ انت اخويا، احنا هنقعد مع بعض ونتحاسب ونتصافى وكل حاجه هتبقى تمام. بس انا اللي طالبه منك بقى اللي من دول
انك توصل لابوك اللي اسمه الحاج سيد ده انك مش طايقه ومخنوق منه. لا ما تقلقش، هي دي الحقيقه فعلا. اطلع معايا على الريسبشن. هو الحاج جاز يعرف كمان منين؟ علم علمك والله يا بنتي، بس بصراحه بقى كمال اخوكي ده طلع اصيل، لو اي واحد في الدنيا غيره كان ودى ابوكي في 60 داهيه، ما كانش عارف هو رايح فين وجاي منين. اه بصراحه هو كمان طلع جدع قوي. هو احنا مش هينفع نخش نشوفها ولا ايه؟ مش عارفه والله يا بنتي، لما يجي كمال هنعرف منه كل حاجه. هنشوف. تعالي. دلال يا دلال، راحت فيني يا دلال؟ الله دلال، لكون عملتها وسابت البيت، والله العظيم اخلي ليلتها سودة. هو يما وقع ولا حد سمع عليه؟ طب ردي عليه. لا مش هرد. اسمعي كلامي وردي عليه. يما سيبيني بقى سوي على نار هاديه كده بمزاج. انا خايفه بقى من كتر السوى الراجل يزهق ويجري. مش هيجري وهيرقد زياده وبكره تشوفي. مش غيظني فيكي الا ثقتك في نفسك قوي دي. طبعا ده انا مدوقه الحلو كله. سيبيه بقى يدوق المر شويه عشان لما يوحشه الحلو يعرف الفرق، على الاقل نفسه ما تجزعش. ماشي، بس على الله بكره بقى ما تعيطيش وتقول يا ريت اللي جرى مكان. مش هعيط يما، انا عارفه انا بعمل ايه كويس. ده لازم هو. شوفي كده يما، هو ايوه هو. اوعي تردي يما يا بنت، ما تزوديهاش بقى. مش مزوداها، سيبيني بقى ارقصه بمزاج. ردش يا اكيد اتجننت. الو ايه يا سمر؟ بتقول ايه يا حبيبتي؟ كمال هو قال كده؟ طيب لا انا جاي لك على طول، مسافه السكه هكون عندكم. يلا ماشي، باي باي. يا سلام يا لقاء يا حبيبتي. لو الواد كمال قال لوكيل النيابه النهارده ان سيد الدقاق ابوه ده كان قاصد يضرب بالنار، كان لبسه في الحيط. فرصه ذهبيه راحت منه ومني. بس انا شايفه ان رده كان منطقي. منطقي؟ لا منطقي ولا منطقه. خلاص انا ما بنبديش بس غير تعب المشوار كان تعب. انا تعبت قوي النهارده. الله جد اتطقت في دماغي فكره مجنونه كده، قلت اقول لك عليها يمكن تعجبك. حبيبتي هي اي حاجه تطق في دماغك قوليها على طول، ما تترجعيش. بقول لك ايه، ما تعرض على كمال ان والدته لما تخرج من المستشفى تيجي تقعد عندنا هنا، خصوصا ان هي طليقه سيد الدقاق، يعني ما لحقهاش انها تقعد عنده في البيت. اه حبيبتي معلش، بس انا فصلت منك، انا عايز انام قوي. وبعدين انا مش عارف افكر، يعني ازاي استوعب ان كمال يجيب امه يقعد معانا هنا في البيت؟ ازاي؟ هو انت مش قلت لي قبل كده ان ابوها ليه افضل عليك؟ عادي كانك بترد الجميل، يعني اهو منه تحافظ على كرامه الست ومنه تصغر سيد الدقاق قدام نفسه قدام العالم كله. يبقى انت كده فهمت يا جاي. وايه عامله ايه دلوقتي يا حاج؟ الحمد لله خرجت. الحمد لله. امال هي فين؟ دخلوها العنايه المركزه، سابونا نبص عليها شويه وخرجونا على طول، بس هي الحمد لله قالوا لنا ان الحاله مستقره دلوقتي. طيب الحمد لله، نحمد ربنا انها جت على كده ما زادتش. بصراحه بقى اللي عمله كمال ده يشكر عليه. على فكره يا بابا، الحاجه جت كان هنا من شويه. جت كان هنا؟ كان بيعمل ايه ده؟ دفع حساب المستشفى، وكمان رجع لي ديبوزيت اللي انا دفعته. انا مش فاهم الراجل ده بيلف ويدور على ايه، عايز مني ايه بالظبط؟ بصراحه كمال ابنك ده كويس قوي يا حاج، خد بالك منه، حوط عليه، ما تخليش اي حد يلعب في دماغه. طيب اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. يا رب. كمال يا ابني، وبعدين بقى انا مش عايزك تزعل، انا ما كانش قصدي ان اللي حصل ده يحصل. امال كان قصدك ايه؟ تقتلني انا؟ ده كلام، في
في حد يا ابني بيقتل ابنه. اللي حصل بصراحة ان انا دمي فار لما سمعتك كنت بتقول ما عرفش يربي والكلام الفارغ اللي انت قلته ده، فانا قلت اضرب طلقة في الهواء الم بيها الدور يعني. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حكيته لي سمر في التليفون؟ ما حصلش حاجة، كل خير ان شاء الله، المسألة بسيطة. اسمع يا كمال يا ابني، يا ابني الضفر عمره ما بيطلع من اللحم. طمني على والدتك يا كمال، اخبارها ايه؟ في الانعاش ماما، في الانعاش يا ايهاب. على كده الحالة في منتهى الخطورة بقى. منتهى الخطورة ايه بس؟ ولا خطورة ولا حاجة، الدكاترة شافوا ان وجودها النهاردة في الانعاش احسن لها، انما بكرة ان شاء الله هينقلوها اوضة عادية. مش فيها رب العالمين، يا رب اكتب لها السلامة هي وكل مرضانا. يا ترى انت عامل ايه دلوقتي يا كمال؟ كان نفسي اكون مكانك وامسك المسدس واخلص نفسي، بس انا مش شجاع زي كمال، انا جبان، جبان قوي. اهي يا وحيد، انا قاعد لوحدك كده ليه يا وحيد؟ العركه بتاعت امبارح خلصت على خير ولا لا؟ خلصت دي لسه ما ابتدتش. يوه، هما مالهم يا اخويا عاملين زي الديك الرومي كده، راسهم فروس بعد كده على طول. كمال عايز حقه، والتاني بيحب الظلم زي عينيك. شكلك ما بتحبش الحاج ده خالص يا وحيد. هو ما ادانيش فرصه احبه. انا ما بكرهش حد يا جنه غيره طبعا. يا لهوي، لو امه كانت ماتت كانت هتبقى ليله سودا ومنيله بستين نيله. بس انا زعلان قوي يا جنة. ليه يا وحيد؟ كان لازم اكون مع كمال في المستشفى، على الاقل كنت هبقى مطمن عليه. يا اخويا ابعد عن الشر وغنيني، انت مش قد عصبيه الحاج. انت خايفه عليا يا جنه؟ انت هتسبلي ولا ايه يا وحيد؟ هتسبلي ولا ايه؟ ده وقته يعني يا وحيد ولا ايه؟ مبسوطه في الشغل هنا؟ عادي يعني، مش قوي. ان شاء الله هتبقي مبسوطه معانا. ان شاء الله يا اخويا، ربنا يسهل. اهدى يا وحيد. دي طماطمايه. انت هتهزر معايا يا وحيد؟ ده وقته يا وحيد، ما انا عارفه انها ورده يا وحيد. ده وقته يعني يا وحيد؟ ربنا يهديك يا وحيد، ربنا يهديك. يا حبيبتي لابسه بدري كده وخارجه على فين ان شاء الله؟ رايحه البوتيك، عندي بضاعه رايحه استلمها. يلا ربنا يوفقك. يا جد، هو انت فكرت في الكلام اللي احنا قلناه امبارح بالليل؟ كلام ايه؟ بتاع مامت كمال. ماله؟ فكرت فيه؟ ايوه، بس انا ما اعتقدش ان كمال هيوافق يجيب امه ويجوا يقعدوا معانا هنا في الفيلا. وما يوافقش ليه؟ يا بنتي افهمي، كمال ده راجل حساس وكرامته عاليه جدا. يعني انت دلوقتي الفكره عجباك ولا تعبني معاك على الفاضي؟ يعني لسه بدورها في دماغي. خلاص، ابقى اكلمه يجي وانا هحاول اقنعه. باي باي. ان شاء الله. باي باي يا حبيبتي، باي باي. خير يا حاج. توافر يا حبيبي. مالك يا حاج؟ شكلك بيقول ان مزاجك وحش. تصدق بالله؟ انا كمان زيك بالظبط. انا طول الليل امبارح دماغي عماله تضرب تقلب ولا عرفت انام ولا دقيقه. ليه يا ابني وانت مالك بس؟ امال ازاي يا حاج؟ ما احنا اللي طلعنا خسرانين من الهيصه اللي حصلت امبارح دي. خسرانين ازاي بقى؟ خسرانين ازاي ايه؟ الواد ركب ودلدل رجليه يا حاج.
لا ده متهالك، بكرة تشوف أبوك عامل إيه. متهالي ساحر طلع. ما هو كده كسر كلامك وهيقعد في الفيلا، وأكتر من كده كمان قال أدبه عليك قدام كل الخلق اللي في الفيلا. معلش معلش، الصبر طيب يا يوسف، استنى عليا. تقصد إيه يا حاج؟ بص يا يوسف، إحنا دلوقتي الغلط ركبنا، والواد عمل فيها شهم، مرضيش يجيب سيرتي قدام البوليس، وبعدين أمه لسه في المستشفى، يعني نيابة شغالة، وده لو غير أحواله ممكن يدخلنا في سين وجيم وموال ما إحناش قده دلوقتي. يعني إيه يا حاج؟ يعني إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا حاج؟ أنت ناوي تسيب الواد يا حاج؟ أسيب مين؟ صبرك بالله، أقسم بالله لو أري أيام أسود من قرن الخروب. يعني قلت انه هيجي على ملا وشه، لا جه ولا اتصل. مبسوطه يا موكوسه؟ هو انت ياما هتقعدي تقنبيني كده كل شويه ولا ايه؟ ايوه انبك، لانك ما سمعتيش كلامي، وبالطريقه دي الراجل هيضيع من ايديكي، وانا وانت بقى نقعد نغني ظلموه. ما يضيع ياما، ما يضيع، هعمل له ايه يعني؟ نعم يا روح امك، يضيع ياما. اتجننت يا بنت؟ لا ياما ما اتجننتش، وبصراحة بقى هو لو مش عايزني يدفع المؤخر، وساعتها ألف سلامة والقلب دعيله. لا 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 لا، ده انت اتجننتي رسمي بقى. ليه بس ياما؟ عشان بترفصي النعمة برجليكي. أنا ما رفصتش حاجة. أمال يا بنت، يا بنت اللي انت بتعمليه ده اسمه إيه؟ بسميه تخطيط وتكتكة ياما. طب بكرة تقولي أمي قالت لي التخطيط والتكتكة بتوعك دول هما اللي هيخربوا بيتك. حرام عليك، حرام عليك اللي انت بتعمليه فيا ده. اعتقيني الوجه الله شوي. طب كنت اصبري شوية، كنت عصرتي على نفسك ليمونة لغاية ما تخلفي منه حتة عيل، وساعتها بقى اركبي ودلدلي رجليكي. ما انا ياما اللي بعمله ده هو اللي هيخليني اركب ودلدل رجليا من قبل ما اجيب العيل. اللي هتعمليه ده هيوكسك يا موكوسة. طيب انا هقول لك على حاجة تريحك، انا هسيب لك المكان كله وادخل جوه، كويس كده؟ كويس كده؟ عايزه تريحيني؟ هي اللي تخلفك تعرف تستريح يا موكوسه، يا بنت الموكوسه. فهمت انا كده بقى ايه اللي معكر لك مزاجك يا حاج؟ بس تصدق ان انا طلعت عبيط كل ده وفاهم ان الزفت اللي اسمه كمال ده هو اللي مقلب لك مزاجك؟ كمال ده ايه؟ كمال ده صرصار، صرصار افعصه برجلي كده. وبعدين ده لو ما خرجش من الفيلا بمزاجه انا هخرجه منها متشال مرابعة ان شاء الله. بس انت واقع لشوشتك يا حاج صح؟ اسمع يوسف، انت مش غريب، انت حبيبي، وبعدين انت عارف كل حاجة عني. بيني وبينك مريحاني على الاخر، شايلاني في نني عينيها، وهي طبعا لازم تعمل كده، وانا ابن امتى يعني؟ ده انا بحس ان انا اخوكوا الكبير يا دوب. وبيني وبينك انا مش تلميذ برضو، انا بعرف اجيب اخرها. طبعا رئيس قسم. ايوه رئيس قسم شرطة. لا رئيس قسم لسه وانت السادس. اكلمها حاجة. لا لا لا، اكلم مين؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. بس بيني وبينك برضو مع البت معذورة. معذورة في ايه بقى؟ معذورة في ايه؟ قلت لها خد لك اجازة وبعدين خليت بيها، قلت لها باي باي. الولاية اتجننت، وانت عارف جنان الستات. جنان مش جنان، انا ده ما يعديش عليا ابدا ولا يهمك. طب انا هسيبك بقى عشان ورايا شوية مشاوير اخلصها. ماشي، بس بقول لك ايه؟ ما تنساش ميعاد حفلة بنت الوزير. على فكرة انا هاجي معاك. ماشي ماشي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. اهلا 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 سعادة الباشا، اهلا سعادة الباشا، اهلا 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 يا فندم، اهلا يا فندم، اهلا اهلا اهلا. كل سنة وحضرتك طيب. اهلا يا هانم، اهلا يا هانم، منورين الدنيا والله سعادة الباشا. منورين الدنيا. اهلا يا حاج جاد، الله يسلم عليك. ازيك يا مدام لقاء؟ ازي حضرتك، الف مبروك. الله يبارك فيكي. ميرسي. كلفت نفسك كتير يا حاج سيد. تكلف ايه يا باشا؟ ده احنا عايشين في خيرك. وبعدين بصراحة انا ما عملتش حاجة، انا لوحدي كنت طلوس، انما البركه في يوسف بقى هو اللي عمل كل ده. ميرسي قوي يا اونكل، ميرسي يا يوسف.
كلك ذوق يا حاج، وليك معزه خاصه جدا عند معالي الوزير. والله انتوا ليكم معزه كبيره قوي يا هانم عندنا. ميرسي قوي يا جماعه، عن اذنكم. ما نسى ندى. طيب كل سنه وانت طيبه يا هانم. وانت طيب. عبال 100 سنه. ميرسي. واو. ها؟ واو ايه، وحش يعني؟ لا بالعكس، ده حلو قوي، بس ده شكله غالي قوي يا يوسف. مفيش حاجه تغلى عليك يا هانم. ميرسي. شوفي كده يا مامي. الله، ذوقك لطيف قوي يا يوسف، انت جيت على نقطة ضعف ندى، بتموت في الألماس. اتفضلي شوفيه كده يا ركا. حلو بجد، والله طلع ذوقك حلو يا يوسف. عشت عشت يا ست ركا، عشت. شكرين. ميرسي. يا مش بنت معليك برضو كانت بتدرس في الخارج؟ ايوه، هي خلصت دراستها وهتيجي تعيش معانا هنا في مصر، مش كده يا ندى؟ بابي متحولشت وراها، انا لسه ما خدتش قرار في الموضوع ده. طب والله برافو عليكي يا ندى ان انت عارفه تعيشي لوحدك في كندا. من ساعه اختي ما اتجوزت وهي عايشه معاها بره. انا بقول كده برضه، حضرتك مش ممكن هتطمني وهي بتدرس لوحدها بره في الخارج. ليه بس يا حبيبي كده؟ البنات خلاص بقت حره ومستقله، بتعرف تعيش لوحدها، مش لسه هيستخبى ورا اهاليهم مش كده؟ عندك حق يا مدام لقاء. طب ما تيجي اوريك كده منظر حلو لمؤاخذه سعاده الباشا، يعني هنوري الهانم بس منظر كده في النيل والمرايه. اتفضلي اتفضلي. يلا اتفضلي. ايوه بس لو اقنعتها انها تعيش معانا هنا في مصر هيبقى ليك عندي مفاجاه كبيره. المشكله ان هي باشا هي اللي تلعب في دماغي وتخلينا نسافر معاها بره. دمك خفيف قوي يا يوسف. اتفضلي اتفضلي يا عزك. اتفضلي يا باشا. عم متولي عامل ايه دلوقتي؟ اهو احسن شويه، الكحه ما بتنيموش طول الليل. وبياخد الدواء في ميعاده ولا سهيانين عليه؟ هو انت بتخلينا نسهى عنه برضه؟ ده حتى امي بتقول ان انت لو ابنه من لحمه ودمه ما كنتش هتعمل معاه كده. انت حنين قوي يا وحيد. كتر خيرك. بقول لك ايه يا وحيد؟ نعم. انا عايزه اروح السيما. السيما؟ يا سلام، وماله يا اختي، عايزه تروحي في المايه بقى ان شاء الله. جنة، ازيك يا جنة؟ يا اختي كويسه يا اختي الحمد لله. بقول لك ايه يا اختي، ما تخلعي كده، اصل الحاج اول ما بيشوفك بتجيله زغطه. جنة، عيب كده، ما تنسيش انها واقفه معايا وان ده بيتي. جرى ايه بقى يا سي وحيد؟ الله، ايه يا اختي، انت هتفضلي اساله كده؟ ما تيلا زقي عجل. ماشي يا سي وحيد، وبعد علينا اخر الليل عشان نتسامر مع بعض سوا. سلام. سلامك معاكي يا اختي. جنة، ايه اللي عملتي ده؟ انا برضو اللي عملت، مش هي اللي واقفه تتسهوك عليك كده؟ المهم مش دي قصتنا يعني، انا عاوزاك في حاجه تانيه. هو ليه يعني ولاد الحاج ما اتجوزوش لغايه دلوقتي؟ حكمه ربنا. ايوه بس ازاي؟ دول زي ما يكونوا يعني حالفين على الجواز. اللي يعيش مع سيد الدقاق يحلف على حاجات كتير قوي. طب والاستاذ ايهاب برضك مش عايز يتجوز؟ ده بالذات ما بيفكرش في الموضوع ده، زي ما يكون عنده عقدة. حتى في المناسبات اللي زي دي جد ما بينساش البيزنس، اهو واخد معليه على جنبه وعمال يرغي في الشغل. هتقوليلي ما هو جد ده شاطر قوي. لا عيب كده بقى، مش اشطر منك انت يا حاج، ده انا سامعه ان انت حوت السوق كله. مش للدرجه دي، جد برضو راجل شاطر وناصح. طب يا ريت تقولي في ايه بقى؟ فيك انت، كون ولاقي واحده زيك ويعرف يقرب منها ويقربها منه، ده دليل على انه راجل ناصح قوي. ميرسي يا حاج على المجامله اللطيفه دي. والله ما هي مجامله ولا حاجه، ده كلام بجد. ولعلمك الناس كلها بتحسد جاد عليكي. وانت بقى من الناس اللي بيحسدوا؟ مش هخبى عليكي، اكيد انا بحسده قوي، بس سبحان الله ما بيأثرش فيه لانه متحصر. الله، بس دي حاجة حلوة قوي إن أنت يعني بتتكلمي عربي كده، يعني رغم إن أنت عايشة بره على طول. أيوة، ما أنا عندي صحابي كتير قوي عرب ومصريين. وعندك بقى أصحاب هنا على كده؟ يس. عندي بنوتة كده صاحبتي بقالها فترة، أنتمتي اسمها سالي، هبقى أعرفك عليها إن شاء الله. والله لو في نصيب وفضلتي قاعدة في مصر
هخليكي تحبي مصر قوي. ما انا اوريدي بحبها. لا لا انا مش قصدي يعني تحبيها، ما انا عارف انك بتحبيها، قصدي يعني هوريكي حاجات انت عمرك ما شفتيها. ازاي يعني؟ الهرم وشايفاه وعارفاه. لا لا هرم ايه بس؟ لا لا هرم ايه؟ الله انا لا انا قصدي يعني هوريكي حاجات يعني. طب انت عمرك اكلتي لحمه راس؟ وات؟ يعني ايه لحمه راس؟ يعني ايه لحمه راس؟ يعني يعني تعرفي البلوبيف يعني واللانشون والحاجات دي. هو بقى ايه؟ هو بلوبيف ولانشون كده بس شعبي، بيجيبوا بقى راس العجل مؤاخذه كده ومحطتها على القرمه، نازل بيها على القرمه ومقطع بقى، ونروح بقى ايه هوكلك لحمه راس في النصريه عند الواد شغل. اوكي فهمت. اوكي والله انت عسل، والله انت عسل. واقول لك على حاجه، اقعدك بقى على قهوه الحسين والسيده وتشيشي وتعملي احلى شغل هناك. واو شكلنا هنبقى اصحاب موت. يا ريت يا ريت. انت بس سلمي لي نفسك كده. اقول لك على حاجه، اعتبريني شركه سياحه، سلمي لي نفسك ومش هدفعك جنيه حد. اوكي يا سيدي انا موافقه، سلمت لك نفسك. عسل عسل. دي فرصتنا مع الوزير. انا شايف البورصه واقعه في الارض بس وضعها المادي جامد قوي. انا شايف ان وقوعها ده وراه لعبه كبيره. وانت من امتى بتهتم بالبورصه يا جاد؟ لا باشا انا بفهم في كل حاجه. عموما سيب لي الموضوع ده وابقى هرد عليك. لا هو الحل بسيط وسهل قوي. انا بقول ناس كبار يشتروا الاسهم بتاعه الشركه دي. في الحاله دي انا هشتري وراهم على طول. صدقني يا حاج البيزنس في اللبس يكسب جدا، ما تقلقش. أنا مش رسالة قلق ومش مكسب وخسارة. أنا الحكاية إن أنا في التجارة ما أحبش أخش في حاجة مش فاهم فيها حاجة من أصلها. أنا بفهم بقى يا حاج، مش هضيعك ما تقلقش. بصراحة بقى أنا السيولة مقصرة معايا اليومين دول شوية، ونفسي أشتري كم ماركة حلوين وكميات كبيرة، ينفع تساعدني؟ آه بقول لك إيه، هو أنت ما عرفتيش تقلبي جاد؟ قلت يا مايل على سيد وسهل أقلبه يعني؟ عيب الكلام اللي بتقوله ده يا حاج. انا لو عايزه اقلب جد هعرف كويس اقلب وميل دماغه على الاخر. بس انا بصراحه ما بحب الشغل القرايب، داخل فيها عواطف ومشاعر. جد جوزي لو اختلفنا هتبقى في مشكله، لكن لو انا وانت اختلفنا خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. انا كل حال هو موضوع يستاهل افكر فيه، وعلى طول هقول لك رايي ان شاء الله. وانا مستنيه. عارف يا جو انت لطيف خالص وجديد جدا. والله ده انت اللي عسل، عسل بالقشطه، شوكولاته بالجوز واللوز والمكسرات كلها. واحنا نبدا بقى امتى الرحلات السياحيه بتاعتنا؟ نو بروبلم. يعني عادي يعني عادي يعني يعني ممكن نبدا من بكره الصبح صح؟ بقول لك انا شغلي في الجرنان ده بشكل معقد. لا طبعا لازم ارجع جرنان الاسرار الاول، وبعدين ممكن اسيبه بمزاجي. تمام يا مان ماشي، هكلمك بعدين. سلام. معقوله يا ايهاب يا حبيبي طول الطريق وانت بتتكلم في التليفون؟ معلش يا حبيبتي معلش، خلاص مش هكلم تاني، انا هقفله اهو وهرميه عشان ما نتكلمش تاني. ماشي عشان ما تزعليش نفسك. معقوله المفاجاه الحلوه دي؟ ازيك يا شوشو؟ وحشتيني. وانت كمان يا حبيبتي. ازيك يا ايهاب عامل ايه؟ ازيك انت يا شوشو؟ ويوسف هنا؟ يا ريت. عامله ايه يا شوشو؟ طمنيني عليكي. عامله عايشه يا ستي. يبقى يوسف مزعلك. تعجبني نبهتك. بصي لو مزعلك انا ممكن اظبطهولك ما تقلقيش. يا ريت تعرف. يا سلام. الليله بسم الله ما شاء الله. كانت ليلة حلوة قوي بصراحة. حلوة قوي يا حاج بصراحة يعني. أيوة بس أنا ملاحظ يالا إن أنت كنت مندمج قوي مع البنت بنت الوزير دي. طب وليه ما تقولش إن هي اللي مندمجة مع ابنك يا حاج؟ أيوة ما أنت تستاهل كل خير، ما أنت راجل جدع برضه وفل. بس عموما أنت عرفت تثبتها ولا لأ؟ والله لسه شوية يا حاج لسه شوية. ليه يا ابني؟ خير البر عاجله. خلصنا يا حاج. انت مش دايما تقول لي الصبر طيب، ما تسيبها اما نشوفها ترس على فين. ايوه بس في الحكايه دي مش عايزين الصبر يطول، لان انا نفسي افرح بيك بقى. عايز تفرح بيا بس برضه يا حاج؟ بيني وبينك هو في حاجتين، من ناحيه افرح بيك
ومن الناحيه التانيه نبقى ناسبنا الحكومه على راي شاديه وست سور البابلي. اخش انا اطمن على عبد العال بقى. باشا يا حاج ماشي، اما اشوف هترس على فين. بصراحه يا نهى انا ارتحت لك قوي وحاسه ان احنا هنبقى اصحاب. القلوب عند بعضها يا شوشو، انا كمان حبيتك وارتحت لك قوي. في ايه يا جماعه؟ هو انتوا هتقعدوا تحبوا بعض كده وانا اقعد اتفرج عليكم ولا ايه؟ وتتفرج ليه يا اخويا؟ ما انت معاك مزه زي القمر اهي. ميرسي يا حبيبه قلبي، ده انت اللي زي القمر والله. لا حقيقي يا جماعه، انا بجد ارتحت لكم قوي وحاسه ان احنا هنبقى اصحاب. عشان كده انا واقعه في مشكله كبيره قوي ومش عارفه اعمل فيها ايه، عايزه اخد رايكم. في ايه يا شوشو مالك؟ يا بنت احنا اصحاب فعلا، اصحاب اخر حاجه، ما تقلقيش. احكي وفضفضي كده واطمني. طيب ماشي ماشي، هتصرف انا. سلام. اقول لك يا حاج. اه انا جات في بالي فكره كده، قلت اقول لك عليها تشوف ايه نظامها. فكره ايه خير؟ هقول لك. ايه رايك لو جبت دلال هنا؟ جيب دلال هنا تعمل ايه يعني؟ تعيش معانا هنا في الفيلا، تعيش معاك. اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ أول حاجة ترحم نفسك من الشحطات اللي معاها دي وتبقى معاك ليل ونهار. طيب ده أول هام. إيه بقى تاني هام اللي المفروض يبقى أحسن من أول هام؟ قلت لي بقى إيه تاني هام؟ أقول لك. دلال وأمها بنات بلد وجدعان. هيحطوا أم كمال بسلامتها في دماغهم أول ما تخرج من المستشفى وتيجي. وبعدين؟ وبعدين إيه؟ هيزهقوها، هيقرفوها في عيشتها، هيخلوها تقول حقي برقبتي، هتخرج وتاخد ابنها في رجليها في 60 سلامة. طب افرض إن ده حصل، إيش ضمننا إنها هتاخده في رجليها ولا في إيديها وتخرج من هنا؟ لا، إيش ضمننا إيه؟ ما هو بسلامته قلبه حنين، مش هيرضى إن أمه وهي كبيرة وصاحبة مرض تروح تعيش في بيتها لوحدها، ولازم هيروح معاها. يا سلام يا ابني، أنا متكيف منك أوي. ده فعلا البت دلال وأمها العرابة دي مرة في ناس لسنوا عليهم فراحوا قفلوا لهم الشارع بتاعهم خالص. مش بقول لك يا عج. إيه رأيك في دماغ ابنك بقى؟ اسم الله عليك وعلى دماغك وعلى تفكيرك. يا ابني أنا بحبك أوي. ألف سلامة عليها كمال. الله يسلمك أخوي، ما تحرمش منك. ربنا ما يحرمني منك، أنت أخويا. معلش يا حبيبي، الحاج بعافية شوية، بصراحة قلنا له ارتاح أنت عشان ما تتعبش. والله؟ لا سلامته. وهما ما قالوش هتخرج إمتى من المستشفى؟ لا لسه ما قالوش. إحنا عايزينها تخرج بقى وتيجي الفيلا عندنا، إحنا هناخد بالنا منها وهنجيب لها ممرضة كمان. أنا متشكر أوي يا سمر على زول. على إيه كيمو؟ خلي بالك على نفسك. معلش أنا مضطرة أروح الجامعة عشان بقالي أسبوعين ما روحتش، أنت عارف. لا حبيبتي كتر خيرك، اتفضلي. لو عايزني أقعد معاك أنا ممكن أقعد، ولا إيه يا حاجة فردوس؟ وماله يا حبيب، لو كان أخوك محتاج لك خليك جنب. لا يا وحيد ما تتعبش نفسك، أنا أصلي مش قاعد جنبها على طول، يعني بخرج وبرجع تاني. نفسي تطلب مني أي حاجة. شايلك الوقت عاوز يا وحيد. بعدين يا أخي ما أنت جيت وعملت واجب أهو. كنت عايز أسألك على الورقة. في الحفظ والصون يا حبيبي، إيه عايزة؟ عايز أبص عليها. ما أنا عامل لك منها نسخ كتير. مفيش أحسن من الأصل. ممكن أفهم إيه الحركة المجنونة اللي أنت عملتها دي؟ تجي لحد الفيلا وتنطلي في البلكونة يا مجنون؟ يعني مش عارفة أنا عملت كده ليه؟ لا مش عارفة يا سيدي، عرفني. عشان بحبك. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ في إيه؟ بحبك فيها حاجة دي يعني؟ فادي أنت فيك حاجة؟ أنت عيان؟ أصل أنت بتهفلط يعني. وعشان بحبك أبقى بهفلط. والحب ده بقى جالك إمتى يا سيدي؟ فجأة كده صحيت من النوم لقيت نفسك بتحبني؟ أيوة يا ستي بحبك، ومش شايف أي حاجة في الدنيا غيرك. لو
بترديش ليه؟ عايزني ارد اقول لك ايه؟ ستي قولي اي حاجه. طب يلا يلا يا سيدي عشان ميعاد المحاضره، وبعد المحاضره هبقى اشوف ممكن اقول لك ايه بالظبط. يلا بينا. قولي اتاخرت عليك؟ ايه القمر ده؟ لا طبعا ما اتاخرتيش، في ميعادك بالظبط. طب انا وحشتك؟ وحشتيني قوي قوي قوي. قولي لي بقى، انا وحشتك؟ وحشتني اكتر من اي حاجه انا بحبها في الدنيا. الشربات يا ولاد. تسلم ايدك يا دوسه، بس اشمعنى يعني شربات؟ قلبي حاسس كده ان انا هسمع خبر حلو قوي قريب. خبر؟ خبر ايه؟ خطوبتكم يا كتاكيت. هو انت عرفتي ان انا اتقدمت لها؟ طبعا انا عارفه، وابوك عارف، وكل اللي في الفيلا عارفين وفرحانين قوي. يلا بقى يا ولاد اتجوزوا بسرعه، عايز افرح بيكم عشان تخلفوا لنا عيال حلوين زيكم قد كده، والبيت تملي كله عيال. يلا بسرعه، قريب قوي ان شاء الله. وحيد وحيد، في حاجة يا دوسة؟ مالك يا حبيبي؟ مش هتبطل حكاية السرحان اللي بيجيلك دايما ده؟ رحت فين؟ كنت بشرب الشربات من ايديك الحلوين. بالهنا والشفا ويا ربي دايما. يلا يا حبيبي عشان نوضب الصفر. يلا ماما تيجي تقعد هنا؟ طب ودي فيها ايه؟ هناك في الفيلا بعد ما تخرج من المستشفى محدش هياخد باله منها، بس احنا هنا هنريحها قوي. معلش يعني ما تزعليش، انا مش عايز احملك هم امي. انتوا ذنبكم ايه؟ وليه ما نبقاش اهل ونحاول نقرب من بعض اكتر؟ ولا انت مش عايز تعرفنا؟ خبر هو انا طول خلاص، يبقى توافق وانت ساكت، مش عايزه ازعل منك. وانا ما اقدرش ازعل حضرتك. لقاء. اكيد كمال مغلبك ورافض طلبك. هو يقدر؟ مش كده يا كمال؟ والله اللي تشوفيه حضرتك. اصله لقاء دي طول عمرها عنيده، ولما تحط حاجه في دماغها يلا السلامه لازم تنفذها. دي مراتي وانا عارفها.